قبل ما ننتقل للشق الثاني من أكيد. اسئلتنا لليوم، يعني حابين نسمع شيء كمان. احنا في اجواء عيد وفرحه وهيك، بدنا شيء هيك ندخل البهجه على كل الناس اللي بتتابعنا هلا. هلا احنا عندنا تكبيرات العيد، في تكبيرات العيد في العراق في نغمة مختلفة عن العرب أو العالم كله. اها، هلا كمقام مختلف يعني. نعم، مقام، نغم مختلف، مقام أو النغم. هلا أغلب العالم الإسلامي كله لما يكبر العيد يكبر على مقام اسمه الرست، احنا على مقام اسمه العجم، ومن عند من العجم فرع اسمه الماهوري، يعني مختص في العراقيين. تمام. يعني كان القارئ يقرأ على والمسجد كله أو الناس كلها في البيوت بتكبر على هذا المقام، فهي نفس التكبيرات طبعا نفس الكلام لكن المقام مختلف، تمام. فإلها إلها في الروح شيء خاص للعراقيين. يعني إذا يلا بالذكر خلينا نسمع ايش التكبيرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد العيد أقبل في ثوب من الآسي العيد أقبل في ثوب من الآسي تاج على رأسه من محض الماسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبهجة العيد وبهجة العيد فيها الورد مزدهر وبهجة العيد فيها الورد مزدهر والزهر منتشر يلقي بأنفاسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله على صوتك أستاذ أحمد.